قصص وحكايات من نوادر العرب. قصة الأعرابي والدجاج. قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضر فأنزله، وكان عنده دجاج كثير، وله امرأة وابنان وبنتان. قال: فقلت لامرأتي: اشوي دجاجة وقدميها إلينا نتغدى بها. وجلسنا جميعا ودفعنا إليه الدجاجة، فقلنا: اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك منه. قال: لا أحسن القسمة، فإن رضيت بقسمتي قسمت بينكم. قلنا: نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فأعطاه لي وقال: الرأس للرئيس. ثم قطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين وقال: الساقان للابنتين. ثم قطع الزمكة، وهي منبت ذيل الدجاجة، وقال: العجز للعجوز. ثم قال: والزور للزائر. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلنا: اقسم بيننا. قال: شفعا أو وترا؟ قلنا: وترا. قال: أنت وامرأتك ودجاجة 3. ثم رمى بدجاجة وقال: وابناك ودجاجة 3، ورمى إليهما بدجاجة وقال: وابنتاك ودجاجة 3. ثم قال: وأنا ودجاجتان 3. فأخذ الدجاجتين. فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال: لعلكم كرهتم قسمة الوتر. قلنا: اقسمها شفعا. فقبضهن إليه. ثم قال: أنت وابناك ودجاجة 4. رمى إلينا دجاجة. ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة 4. ورمى إليهن دجاجة. ثم قال: أنا و3 دجاجات 4. وضم 3 دجاجات. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله أن تفهمتنيها.